بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء. في تعاليم إسلامية كتير ممكن تكون سهلة قولا لكن تنفيذها في منتهى الصعوبة، أو بتعبير أدق هو محتاج جهاد في الدنيا أقرب للجهاد في سبيل الله، زي مثلا إنك ما تجيبش سيرة حد في ظهره. ده موضوع ممكن يبان وهو بيتقال إنه سهل تحقيقه، والحقيقة أنه يعني الصعوبة واصلة فيه لدرجة أنه رب العالمين شبهها بأصعب تشبيه وأصعب تصوير في القرآن الكريم في سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قد كده الموضوع صعب شكلا وموضوعا لدرجة تشبيه من يغتاب أي حد أنه بيأكل لحم أخيه وهو ميت. إذن صعوبة التشبيه بتتماشى مع فداحة الجرم أو الفعل. بس طبعا أنا بحب أركز على الواقع اللي بيحصل واللي احنا عايشينه مقارنة باللي مطلوب مننا أننا نعمله. والواقع بيقول أن موضوع الغيبة ده من أصعب الأوامر الإلهية من حيث تنفيذها على أرض الواقع، لأنه اللي موجود في الواقع وبنشوفه وبنسمعه وبنقوله يوماتي، لا ده يخلينا لازم نجري نتوب يوميا ونعيط ونندم ونستغفر من اللي لساننا شغال بيه ليل ونهار. في هذه الجزئية بالتحديد أنا الحقيقة ما شفتش حد ملاك. أي ست بتتضايق من أي واحدة على طول بتجيب القديم والجديد. أي ست بتزعل من جارتها، سلفتها، زميلتها، قريبتها أو حتى أختها بتطلع كل نواقصها وعيوبها وتفرشها قدام اللي بتحكي له. وممكن الكلام يغلف بإن هي ست حقانية وعمرها ما أذتها، لكن منها لله فلانة اللي ظلمتها دي بتعمل وبتعمل. طيب مفيش حد فينا ما تظلمش، وبناء عليه سيرة فلانة اللي بتظلم دي بتيجي كتير قوي، وبنتوه في النص بقى. الكلام عن الظلم بيختلط بالغيبة، بيختلط بالحسبنة، ومحدش عارف بقى في الآخر الحساب هيبقى شكله إيه. وطبعا كل واحدة شايفة إنها هي المظلومة، وكل واحدة شايفة إنها هي الطيبة واللي هي ما بتأذيش، ده التانية هي اللي بتأذي، ده التانية هي اللي فيها العبر. طيب النهاردة إحنا هنناقش منظور مختلف تماما لموضوع الغيبة ده. الحقيقة إنه أول مرة يعرض عليا في حياتي أو أقراه إنه في ست مواضيع يجوز فيهم الغيبة، طبعا مع الحذر الشديد. احنا هنسأل فيهم فضيلة الشيخ أشرف الفيل اللي بنرحب بيه. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الأول قول لنا الغيبة دي ايه فداحتها، وبعدين نبتدي نفصص بعد كده موضوع موضوع. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. الحقيقة الغيبة الإسلام في الأول جاء ليحافظ على مشاعر الناس ويضبط العلاقات بين الناس، يعني لازم الناس نحافظ على بعض وعلى مشاعر بعض. والإسلام جاء ليجعل الإنسان وجها واحدا وليس له وجهين. يعني خليك لك وجه واحد. أيوة. فهو نفس القصة اللي بقولها قدامك هي نفس الكلام اللي بيتقال من وراك، هي واحدة. وجهة نظري فيكي في المقدمة هي وجهة نظري في خير وجودك. هو ده خلاك عشان تبقى أنت شخص واحد، شخص سوي، شخص بهذه الصورة بهذه الكيفية. فالإسلام جاء أو الشريعة جاءت عشان تضبط هذه النوعية من الأخلاقيات. كمان إن أنا كمان لما ما أقدرش أقول لك كلمة تجرح مشاعرك في الحوار، إن أنا شايف إن أنت مثلا قد يكون في بعض كلماتك حاجة مثلا غير مطابقة للواقع، فأنا ما ينفعش أقول مباشرة إن ده كذب لأني هجرح مشاعرك، ده مش هينفع. نفس الكلام قال لي وأنت من وراها ما ينفعش تقول إن فلانة كذابة. حضرتك فهمت قصدي؟ نفس الكلام بالظبط. بس لو جيت قلت لها أنت كذابة في وشك. ينفع تقول كده، بس دي اسمها بجاحة، يعني ما ينفعش. يعني لازم يكون إحنا لازم نحافظ على مشاعر الآخرين. يعني ممكن أقولها بطريقة أفضل، يعني أقول الكلام ده مخالف للواقع، الكلام هذا ليس صحيحا. يعني نقول كده، لكن بلاش نقول انت كذابه، كذابه او كذاب، دي صيغه مبالغه، يعني معناها انه كثير الكذب وان حياته كلها كذب. انما ممكن يتقال له، والكلام ده مهم ودقيق، ممكن يتقال له لا الجمله دي انا اشعر انها كذب وليست حقيقه. انا اشعر انها كذب وليست حقيقه. يعني بنجمل الكلام. انما في الاخر النتيجه انه هي كذابه. لا بس ربنا بقى بيقول في القران وكل عبادي يقول التي هي احسن، يعني دايما تختاروا من الكلام احسنه، يعني ما ناخدش اي الفاظ، يعني برضه ما جرحش الانسان، فهو بيحافظنا على كده. فالغيبه
لما ربنا سبحانه وتعالى نهى العباد عن هذا وجت الآية القرآنية بتقول ولا يغتب بعضكم بعضا. فواحد راح سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ما الغيبة؟ إيه الغيبة دي؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. إنك تجيب وصف فيه هو بيكرهه وبيكره الناس تقول عليه نفس الكلام. قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ أنا في نفس الكلام يعني. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يعني لو الكلام ده أنت هتقوله هو فيه فعلا، لأن الكذاب ما يحبش حد يقوله أنت كذاب، والمنافق ما يحبش حد يقوله أنت منافق، والخاين ما يحبش حد يقوله أنت خاين. يعني هو بيعمل ده بس ما يحبش حد يقوله الكلام ده كله. فقال له إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. عملت وزرين، إنك أنت اتكلمت عنه في غيابه وجبت فيه صفة ليست فيه، فأنت كده عملت إشكالية. ده معنى الغيبة على الإطلاق وعلى المطلق. فعلا زي ما حضرتك قلتي صعب جدا إن احنا نطبق النص ده. النص ده لوحده لو اتطبق يعدل كل حياتنا ويظبط كل حاجة. ليه؟ لأن كثرة الكلام باللسان تؤثر على القلب وبتضعف في القلب وما تخلوش يبقى كويس في الذكر ولا كويس في القرآن ولا كويس في الصلاة ولا كويس في حاجة. ففعلا دي حاجة الإنسان لو حافظ عليها ابتداء يبقى أصبح الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين فقال يعذبان الناس اللي جوه القبرين دولك، وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في كبير عند الناس، بل هو كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني كان قاعد عمال يروح كده ويروح كده ويتكلم على ده ويتكلم على ده ويتكلم على ده، فدي حاجة كبيرة جدا بسببها هو اتعذب. ربنا سبحانه وتعالى قال للإنسان قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. يعني إنسان خلاص ما يتدخلش في المالوش فيه، ما 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 ما, ما يعيش في أي حاجة منه. وربنا سبحانه وتعالى نهى عن الألفاظ وقال كده، قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما قالش ما يلفظ من لفظ ولا ما يلفظ من كلمة، لا قال ما يلفظ من قول. لأن شوفي ممكن القول ده اللي هو إخراج الصوت ولو بحرف واحد، فممكن الواحد ها كده يعني يشوف نوع من انواع انك انت بتستهزئ بيه وبتاع، وممكن تقول كده وهكذا، يعني كنوع من انواع الاستهزاء او كذا او اسمه هذا اسمه قول. فالقران بيقول حتى ما يلفظ من قول، يعني مجرد اي حاجه اي نطق صوت يؤدي الى هذا المنظر الا لديه رقيب عتيد. طيب ايه المواقف اللي الغيبه فيها تجوز؟ هي تجوز بس مش حق يعني تجوز. قال لك الاول ايه؟ الإمام النووي الغيبة تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب. الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان بكذا. ده الحتة دي بقى، ودي برضو مهمة، فيها شقين مهمين قوي. الشق الأولاني هو بيقول لي أنا دلوقتي حد ظلمني أو اعتدى علي، فأنا مطالب إن أنا أقف قدام القاضي واشتكي، لأن هنا الشرع يمنع إن الإنسان ياخد حقه بإيده، لأن كده هتبقى القصة فيها فوضى. فلازم أنت تلجأ إلى القاضي وتقول له والله أنا عندي مصدمة كذا. ماشي. فأنت بالطبع لما تيجي تتكلم على واحد ظلمك فأنت أكيد هتحكي إيه الحدث اللي حصل منه وإيه السوء اللي حصل منه. هذا الكلام اللي أنت بتحكيه هو في الأصل هيؤذيه وفي الأصل بيضايقه، هيضايق انك انت بتتكلم عليه عندما تقول فلان سرقني او 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 ضربني او كذا او ما شابه ذلك هذا الكلام. اذا في حاله التظلم، اي في حاله رفع الشكوى الى القاضي او الى المسؤول، فانه في ذلك لا يعد غيبه. انما امتى تعد غيبه بقى؟ لو فضل احد يقول لكل الناس. ايوه، ما انا على ما اروح للقاضي انا بكون حكيت لمصر كلها كل ان انا رايح ارفع قضيه على فلان لانه عمل فيا كذا وكذا وكذا، كل دي غيبه، كل ده الناس بتعمله. كل ده غيب لغايه ما توصل للقاضي. الحته الوحيده، اللقطه الوحيده اللي بيقف فيها قدام القاضي هي دي بس، هي اللقطه دي بس اللي مسموح بيها، غير كده مش مسموح. فدي طبعا شيء مرعب. انا بقول لك طول ما انت ماشي انا رايح ليه بترفعي قضيه ليه؟ عشان خد مني وعمل وعمل وعمل. كمان ده غيبه. ده رعبي. الشرع بيحافظ على حاجه مهمه بس،
ان يريح اعصاب الانسان. يعني خليكي عارفه كل ما بنكرر ان احنا حد ظلمنا كل ده ما بيتعب الواحد اكتر وبيتعب نفسيته اكتر. وجربوا الواحد لما بيبقى عنده مظلمه يسكت خالص ما يتكلمش الا لما لغايه لما يوصل عند ده بيقول لك انا هطق لازم احكي. لا ما هو هيطق لازم يحكي لانه تعود على كده. لان ده نوع من انواع التعود، لان الكلام شهوه زي شهوه البطن زي ما الانسان بيحب ياكل. نفس القصه الكلام برضو شهوه. الناس عايزه تتكلم وعايزه تقول اي حاجه وعايز يرغي في اي حاجه فده برضو شهوه. فعشان كده نهي عن الكلام الا عند القاضي او عند الحاكم الذي سياتيني بالحق. جميل. تاني حاجة، الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فاسجره عنه. أيوة يعني إيه يعني إيه مش فاهمة. هو يعني في حد يعني بيعمل منكر يعني فأنا هروح أقول عليه إنه بيعمل منكر؟ طب ما أنا كده بختابه. لا كده بنختابه، هو كده غيبة. بس لما بتتقلي مين بقى؟ يعني مثال، أنا عندي قد يكون عندي ولد من أبنائي مثلا بيعمل حاجة غلط يعني، فأنت شفتيه في الحاجة الغلط دي. فمين اللي ممكن يسجره عن هذا العمل أو يمنعه؟ أبوه. فما فيش مانع لما أروح أقول لأبوه، لأن خلي بالك إن الولد ده أنت وهو إخوة في الإسلام. يعني لما تتكلمي عنه له حق يعني الأخوة. عايزه احميه، عايزه تحميه، احميه من نفسه. فاقول لابوه ابنك بيشرب مخدرات خد بالك، خلي بالك. انما ما اقولش للشارع كله. لا ده فلان بيشرب مخدرات وانا هروح اقول لابوه. لا 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 لا, لا, لا. انا اروح هو للوالد واقول له والله عندي انا شفت ابنك في موقف كذا 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 واتمنى انك انت تتتبعه وتحل المشكله دي. يبقى ده كده بنمنع عنه. ناخد محمد. طب خدي هيك ده السؤال. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. معلش عندي سؤال لفضيلة الشيخ أشرف، هو بره نصف الحلقة بس يعني الزكاة. اتفضل. لو أنا حضرتك عندي جزء من الفلوس عامله شهادة وكنت حابب أطلع جزء من الزكاة قبل مرور عام لحد محتاج، هل ده يجوز؟ شهادة مقفولة. شهادة مقفولة اللي هي الشهادة المقفولة. شهادة مقفولة. مقفولة. المفروض إن أنا باخد فلوسها بينزل مثلا شهري كل مبلغ وبس أنا بسيبها لحد ما يعدي سنة، ولكن في حد عنده ظرف وانا عايز اطلع له جزء من الزكاه، هل ده ممكن احسبه من زكاه المال ولا لا؟ تمام. والجزء الثاني، الزكاه بتخرج ب 10% من الفايده السنويه ولا 2.5% من اجمالي المبلغ كله؟ شكرا. شكرا يا محمد. طيب الزكاه جزء من فلوس الشهاده قبل ما يعدي، قبل ما يعدي عليها الحول. حد محتاج دلوقتي فلوس ولسه ما عداش الحول على فلوس الزكاه. احنا عندنا ما عليه الجمهور ان شرط الزكاه شرطين، ان يبلغ ان يعني تبلغ النصاب ويمر على النصاب الحول. يعني توصل للمبلغ اللي هو 84 جرام عيار 24 او ان هي توصل ويعدي على السنه، دولك الشرطين. لكن في استثناء من هذا، انه اذا كان هناك ظرف قاطع او ظرف جمعي او ظرف زي قضيه كورونا اللي فاتت فيروس والحاجات دي كلها، في الحاله دي ممكن الناس تكون خرجت زكاه اموالها، لكن حصل الناس كتير ومستشفيات كتير وناس بتموت وناس بتعمل، ففي الحاله دي هل ينفع ان احنا نقدم الزكاه سنه عن ميعادها؟ ينفع ان احنا نطلع الزكاه بتاع السنه الجايه مقدم، اطلعها دلوقتي نظرا للحاله لان الكلام فيه. وعلى هذا اذا كان الاخ السائل شايف ان الشخص اللي محتاج المبلغ ده هو عايزه دلوقتي ضروري وان هو مش هيصلح ان يتاخد بعد شهر او بعد اتنين او بعد ست شهور او اتفر، يبقى في الحاله دي اقدر اديله الفلوس بتاعته بتاع الزكاه بتاع السنه الجايه، ينفع ان انا اخرجها من دلوقتي. بس طيب قبل ما اعملها لازم اشوف حد ما خرجش زكاه السنه دي ممكن يسد المسد ده اذا كان ينفع كده. طب هو بيسال هل هي 10% من الفايده ام 2.5%؟ هم عندنا قولين للعلماء. عندنا في العصر الحديث احد العلماء المجتهدين قال ان الزكاه تطلع 10% على شهادات الاستثمار الموجوده في البنك، وعمل لده قياسا على الارض الزراعيه لان الارض الزراعيه بتطلع في 10%، وهذا راي احد العلماء او احد المجتهدين في العصر الحديث. لكن ما عليه الجمهور، جمهور العلماء في العصر الحديث والقديم، ان الزكاه مقدارها 2.5%. يعني بنطلع 2.5% المجمل. ليست أرضا من المجمل. من إجمالي رأس المال. يعني هو لو عنده شهادة ب 100,000 يبقى هيطلع 2.5 على ال 100,000، لكن مش هيطلع 10% على الأرباح بتاعت الشهادة اللي هي بتجيله. يعني بيجيله مثلا ال 100,000 بيعملوا مثلا 1,250 وليكن مثلا 12,500 آسف، فبيعملوا 12,500 في السنة. فال 12,500 ال 10% بتاعتهم يعني 1,250، إنما ال 100,000 الزكاة بتاعتهم 2,500، فال 10% أصبحت نصف قيمة الزكاة الحقيقية. فهنا اللي اتضر مين؟ الغني اللي معاه الفلوس ولا الفقير اللي كانت رايحة له الفلوس؟
الفقير اللي رايح له الفلوس، بدل ما كان هيروح له 2500 راح له 1250. فهنا الشارع ينظر الى مصلحه الفقير لا الى مصلحه الغني. ما هو بالطبع الغني اللي عنده الفلوس هو مش محتاج، يعني انت بتوفري له ايه؟ يعني احنا بنوفر له ايه؟ انا معايا 100,000 في البنك دلوقتي مثلا، المفروض اطلع زكاتهم 2500، انت بتوفري لي 1250 ليه يعني؟ وهيعملوا لي ايه؟ حتى لو انت فكرت توفر لي مش هيؤدي الى شيء. طيب فالافضل نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقه. رجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية. طيب قبل ما نكمل الاستثناءات في الغيبة خلينا ناخد ميسة. أنا مع حضرتك. أهلا بيك يا ميسة، تفضلي. أنا أقفل ولا أفضل موجودة؟ أنا على الهوا يا ميسة، تفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. حضرتك يا أستاذة دعاء؟ أيوة والله، تفضلي. أنا مبسوطة إن أنا بكلم حضرتك أولا يعني. الله يخليك يا رب. بصي انا عندي سؤال للشيخ، هو يعني على سؤال ورث. ها. انا مع والدي متوفي وفي ورث، يعني زي يعني بيت ومكتب محل ايجار، فمش عارفين نقسم الورث ازاي. احنا ثلاثة اخوات واخت شقيقه، اخت من شقيقه. ثلاث اخوات ايه، بنات ولا ولاد وبنات؟ لا ولد واخ واثنين بنات شقه. ها. واختنا مش شقتنا. امال ايه؟ ماشي. من ام ومش عارفين نقسم الورث ازاي. هو مكان بيت احنا ساكنين فيه الأم؟ اهلي. الام موجوده ساكنه في البيت، في شقه في البيت. واخويا ساكن في شقه ثانيه متجوز فيها. واحنا البنات متجوزين، بس اختي اللي هي مش شقتنا لسه مش متجوزه. اخت من الام والورث ده لا لا، اخت من الاب. اخت من الأب. طيب. مش متجوزه. ودرس باباكو. وده ورث بابانا، واحنا مش عارفين نقسمه ازاي، عشان البيت يعني بيت ارض كبيره بس مبني فيها شقتين بس، شقه ساكنه فيها والدتي وشقه ساكن فيها اخويا اللي متجوز، وانا واختي متجوزين. واختي اللي مش شقتنا دي لا لسه مش متجوزه. طيب. وفي بقى محل بيجيب ايجار. واختكم اللي لسه مش متجوزه عايشه فين؟ عايشه لا هي مش عايشه معانا في نفس البلد، هي عايشه مع والدتها. بس بنبعت لها يعني كل شهر مصاريفها. مصاريفها من الايجار ولا مصاريفها انتوا بتطلعوها كده؟ لا من الايجار، من الايجار اللي هو بتاع كل شهر. ايجار المحل. ايجار المحل كل شهر. طيب احنا مش عارفين. وبتطلعوها يعني بنسب ولا هي اللي هي محتاجاه بتديهولها؟ لا اللي محتاجاه، ما احنا مش موزعين حاجه. انا والدي متوفي بقاله 5 سنين. طيب. ماشي. احنا مش موزعين حاجه ومش عارفين نعمل ايه، لان المحل ده ايجار وفي محل تاني ساعات يتاجر وساعات يقف ما يتاجرش. طيب ماشي، شكرا يا ميسه. في الحاله دي بقى الورث يتوزع ازاي؟ هو احنا في الاصل المفروض ما بنستناش 5 سنين بعد الوفاه، المفروض الناس بعد الوفاه تقسم الميراث على طول. يعني تنهي القصه. تقسموا ازاي وهم عايشين في البيت؟ حلو قوي. بتتقسم، بتتحول هذه الحاجات الاصول الى فلوس. الى فلوس، بسيلها لفلوس بتاريخ النهارده وفي سعر النهارده وبتاريخ اليوم اللي انا هوزع فيه الاموال او الفلوس. يعني هم لو وزعوا النهارده يوزعوا بتاريخ النهارده مش بتاريخ بسعر النهارده، هيوزع بسعر النهارده. فهنقول مثلا هما دلوقتي 3 بنات وولد، ما خلاص الاخت الاب معاهم هتورث زيها زيهم. والام بتاخد السدس، تمام كده؟ فاحنا بنعمل ايه؟ بنروح شادين السدس بتاع الام، بعد ما نشيل السدس بتاع الام بنروح جايبين الباقي. هم تبقى 3 بنات وولد، يبقى 3 بنات ولد تقريبا، اللي يبقى 2 و3 5 بيتقسم على 5 اسهم. تمام. والام بتاخد سهم يبقى 6، سهله حتى المساله متقسمه جاهزه. يعني ايه؟ يعني انا هجيب الحاجات اللي موجوده دي كلها واقسمها على 6. على 6 النهارده مثلا بتساوي كام؟ مثلا 600,000. يبقى السهم ب 100,000. تمام كده؟ فالاخ مثلا هيشتري كل ده، ماشي كده؟ خلينا هنقول الاخ هيشتري ده كله، فعلى 6 اسهم النهارده سوت 600,000.
يبقى اروح مدي لاختي لابويا ال 100,000 بتاعها النهارده اقول لها خلاص انت خدت نصيبك، فاضل اختي الثانيه. جيت بعد سنه ال 600 دول بقوا 800، بقت القيمه 800، اروح مدي كل واحده تاخد السهم بتاعها لنفس القيمه اللي هي عملتها. هي دي الطريقه اللي احنا بنوزع بيها الميراث عشان خاطر ما يبقاش فيه خلافات. يعني هقولها لك ثاني، يعني البيت ده يساوي 600,000 النهارده، انا هو على 6 اسهم، الولد له سهمين والبنت لها سهم، كل بنت لها سهم والولد له سهمين والام لها سهم لان هي لها السدس، تمام؟ كرمس لحظ الانثيين، فانا بحسب الراجل باثنين لكن انا الراجل باثنين وثلاث بنات يبقى 5 والام واحد يبقى 6، يبقى انا قسمت كل الميراث على 6 اسهم. فالنهارده البيت ده او الورث يساوي كام؟ 600,000، يبقى كل واحد له 100,000 جنيه. فانا لو انا الاخ اللي هخلص هجيب اختي من ابويا اقول لها خد ال 100,000 بتوعك اهو، البيت كل حاجات كلها عامل 600، ادي ال 100 بتوعك. ونفس القصه في المحل، السنه وفي المحل. طيب كل حاجه حصل بقى انه الابن ما حلتوش ولا جنيه وبس عايش في البيت، والام عايشه في البيت ما فيش فلوس سايله عشان يديهم، يعملوا ايه؟ وده اللي بيحصل. ماشي، هو انه انا دلوقتي ورث ابويا بيت، البيت ده يفضل من سنه 40 موجود والناس عايشه فيه ويعني منتفعين بيه، بس الناس اللي بره ما خدوش حاجه. عندي حل شرعي وعندي حل عرفي. الحل العرفي او الطبيعي ان الناس تبقى متراضيه مع بعضها وخلاص، هم صابرين على كده وساكتين وكل واحد صابر في حاله، الى ان كده ما خدوش حاجه، ما خدوش حاجه. ده اسمه عرفي، ده بنراضيه مع بعض. انما الحل الشرعي اذا انا لا استطيع ان انا اسدد، يبقى الحل الشرعي ان تباع التركه كلها وان تقسم الى تسير الى اموال سائله، وكل واحد ياخد نصيبه ويتصرف فيه يعيش بيه. هو ده الحل الامثل في الحاجات اللي زي دي. ده الحل الشرعي. الشرعي بقى، ما هو انا اللي انا عارف انا دلوقتي، ما هقول لك يا اما في حل بقى ثالث، ان انا لو مستفيد بيها اقنن له ايجار. يعني مثال، انا دلوقتي والدي ساب بيت واحد وانا معايا 5 بنات وانا لوحدي مثلا، فانا قاعد في البيت ده لوحدي والبنات كل واحده متجوزه في بيت، ايوه ماشي اوكي انت قاعد اتفضل اقعد، بس البيت ده يتأجر بكام في الشهر؟ ب1000 جنيه. يبقى انت ليك من ال1000 نصيبك وتدفع لهم بقيه الايجار الشهر. يبقى انا كده حليت المشكله. انما ما نسيبش المواضيع كده، يبقى عندي حل من ثلاث، اما الناس ان تتراضى الناس ويصبر بعضها على بعض، واما ان يباع العقار كله اللي موجود وتقسم الاموال وكل واحد يتصرف، ربنا يغني كل من فضله، واما ان المستفيد بحال الايجار يدفع، بحال التركه يدفع ايجار على الحاجه اللي هو قاعد فيها ويوزعها على اخواته البنات. انما الدنيا تتساب كده من غير لا رضا ولا بتاع، ده اللي صعب. طيب في مواضيع الغيبه، ثالث حاجه يجوز فيها الغيبه، لما اكلم الشيخ اشرف الفيل كده اقوم حكي له على قصه. يقول لك في الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ لما نيجي نستفتي لازم نقول، يعني نطلب الفتوى، لازم نقول الموضوع حقيقة. فهتقول جوزي شتمني قال لي كذا أو لفظ كذا جارح، أبويا ظلمني عمل كذا، إدى لأخويا وما إداليش، إدى لأختي وما إداليش، عمل كذا، كل هذا غيبة الأب لا يقبلها. لكن إذا كانت في موطن الفتوى فهو جائز، لانها حينما تقول للمفتي اللي بتاخد منه الفتوى هو ما يعرفهاش، ما يعرفش اهلها ولا كذا ولا كذا، ما يعرفش حد، هي بتستفتي والمستفتى امين. يعني ما ينفعش حتى لو انا عارف الشخص ما ينفعش اقول انا ماليش علاقه، ده كويس او ده مش كويس، تمام كده. انما لا يجوز للمستفتي ان يقول نفس الكلام او ينقل نفس الكلام الى اي احد غير المستفتى، غير الشخص الشيخ نفسه اللي بيكلمه نمره واحد، ولا ينقل ما قاله الشيخ. يعني حتى ما ينقلش، يعني ما تروحش تقعد مع اختها وتقول لها ده انا سالت الشيخ وقال لا لا. طب ما ده اللي بيحصل. ما عارف، ما انا بقول لك ده اللي بيحصل ده على طول. مش انا كلمت الشيخ اشرف وقال لي كذا وكذا وكذا، وتلف على العيله كلها تقول لا ده بقى. لكن تروح تقول لصاحب الشأن بقى يا بابا انا سالت الشيخ والشيخ قال ان كده ما يصحش، كده ما يرضيش ربنا، وده حرام وده كذا وده كذا وده كذا، وتنقل له الفتوى لصاحب الشأن نفسه، أو تحول الشيخ إن ينقل له هذه الفتوى، إن ابنتك سألتني في كذا والقصة كده. إنما لا، ما هي مش موضوع مش مفتوح يا أستاذ دعاء، يعني مش معنى كده إن يجوز غيبة فإحنا نقول لا، ده هو بيقول لك مصلحة شرعية، يعني هذا أمر مقيد بمصلحة شرعية، مش أمر مفتوح، مش أي كلام. استغفر الله العظيم، ده احنا ماشيين، يعني انا اصل انا بكلمك من ارض الواقع اللي هو الناس كلها بتحكي لبعض. 99% كل كلامنا فيه غيبة كده،
كله بنشتكي وبنحكي ودي عملت وفلانه عملت، وتكلم بقى تلف على اصحابها واحده واحده او تلف على اخواتها واحده واحده وتحكي لهم على حاجه حصلت فيها، فده بيحصل. فالاستثناء اللي انا بقوله ده بس. الرابع، طيب الرابع ده انا ما فهمتوش، تحذير المسلمين او الناس يعني من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواه والشهود، وذلك جائز باجماع بل واجب للحاجه. مش فاهم حاجه. يعني مثلا لو في واحد شيخ بيطلع يقول خطب جمعه او دروس او لقاءات تلفزيونيه وبيذكر بعض الاحاديث الضعيفه او الموضوعه او معروف عن اخلاقه انه كذاب او انه ينقل روايات غير صحيحه او معروف عنه انه شخص مش ملتزم اخلاقيا، فده في الحالة دي نحذر منه الناس، نقول للناس لا ده بيقول أحاديث غير صحيحة، ده بيقول أحاديث ضعيفة أو كذا، نحذر منه الناس. ده شخص مثلا قد يكون واحد شيخ كل حاجة لكنه كذاب، يكذب على الناس أو كذا، أو يفتن الناس أو يتعامل بالفاحشة أو كلام من هذا القبيل. فنقول نوضح للناس اللي هم بيتعاملوا إن يا جماعة خلي بالكم من هذا الفلان. أدي المقصود بالكلام هنا، ليست غيبة وإنما هنا للمصلحة العامة. يعني مثال، حضرتك ممكن تكوني بتتعاملي مع تاجر ما معين، هذا التاجر قد يكون يسرق في الميزان او يسرق في كذا او يسرق في كذا، فيجوز لي ان انا احذر منه. ينفع احذرك بقى واحذر الناس يا جماعه الراجل ده مش 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 ما تجيبيش منه، ده بيغش، ما تجيبش منه لان ده بضاعته مضروبه، ده مش عارفه ايه، ده حاجته بايظه، كل ده يجوز، ما فيش فيه حاجه. طيب المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه في معاملته أو غير ذلك، أو يعني القصة بتاعت إنه فلان هيتجوز، فالست البنت اللي هيتجوزها دي عيلتها مش كويسة أو البنت، أنا أتبرع وأروح أقول لا ولا لا؟ لا، إذا سئلت، شوفي دي فيها نقطتين مهمتين، إذا سئلت وكيف أجيب؟ يعني أنت حضرتك بتسأليني بتقولي أنا متقدم لبنتي مثلا فلان الفلاني، فأنا في حاجتين أقول لحضرتك أنه غير مناسب بس، أنا أدي الإجابة، ما عنديش إجابة أكتر من كده، ما أقعدش أقول بقى أصله بيعمل كذا. أيوة، ما أنا هسألك وأنا هسيبك تقول لي غير مناسب وأنا هسكت، هقول لك ليه غير مناسب، ليه ده شكله كويس، ده ابن ناس. دخلنا بقى في الغيبة ودخلنا بقى في الأعماق ودخلنا في وابتدينا نخش في حاجات مالناش فيها خالص، إنما الجواب هكذا من وجهة نظري أنه غير مناسب أو أنه شخص غير أمين بس خلاص. ده انا بتخيل انه الناس اللي تقول كده وتسكت دي اقوى ناس في العالم، يعني يعني الناس دي يعني ربنا يبارك لهم، يعني هو من غير ما ينطق هيقول لا مش مناسب وخلاص، بس ما عنديش كلمه زياده اقولها. لا ما عنديش، مش هقول اكتر من كده، ده على فكره دي اقوى. يعني انا لما اقول لك كده غير مناسب وتقعد تقولي طب انا شايف انه غير مناسب، ده كده يعني عارفه انت زي ايه؟ زي الاستغفار الذي يحتاج الى استغفار، لما تيجي مثلا تجيبي سيره واحد فتقولي لي مثلا فرز استغفر الله العظيم، لا مش استغفر الله، ده انت كده نيلتها بنيله، ده الاستغفار نفسه عايز استغفار، ليه؟ لانك انت لما جيت تقول استغفر الله العظيم يعني معناه انه حد بقى يعني، وممكن يكون موضوع بسيط لكن كده الله، يعني ده صح ولا غلط؟ قلت لا غلط، ما لا يجوز. انا اقول مثلا اذا ذكر شخص مثلا هذا الشخص يعني غير مناسب، اقول يعني يغفر الله لنا هو غير مناسب، وذلك حينما اسال مش انا مش اتطوع يعني انا مش عرفت مثلا ان فلان واحد بتقدم لبنت فلان صديقي، فراح اقول له ايه؟ لا بقول لك ايه، خلي بالك ده الراجل ده، لا 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 خالص مش علاقه، انا سلام عليكم وعليكم السلام ازيكم. بس اذا عرفوا بعد كده، ودي الكلمه دي دايما اقعد اقولها، ان انت كنت عارف عنه وما اتكلمتش هيزعلوا منك. انا محافظ على ضوابط الشرعيه، ما يهمنيش الناس تقول ايه، انا اروح له سلام عليكم وعليكم السلام. حاولت ادخل لكل الشيوخ من الحته دي انه حد يقول لي غير كده ابدا، كل الاجابات واحده في هذه المنطقه بالتحديد، انه الستات بتقعد تسال في القصه دي، انه يعني انا عارفه انه الواد اللي راح يتجوز البنت دي ده بيعرف بناته وبيعرف كذا، اتصلي بقى وقولي ابدا. كل الشيوخ على نفس الراي، لا هو سالوكي، لا ما سالونيش، طب انت متطوعه ليه انك تروحي تبوظي؟ ممكن ربنا يهديه، ممكن يبقى البنت دي تتوبه، مالناش دعوه. طيب ادي ده حاجه مهمه. طيب بيقول لك ان يكون دي بقى الحقيقه انها شويه عامله لي شويه ايه لخبطه، ان يكون مجاهرا بفسقه او بدعته كالمجاهر بشرب الخمر. طيب واحد فاسق، هل يجوز لي ان انا امشي اقول انه فاسق وانه كده؟ لا، برضو كل ده منبني على المصلحه الشرعيه. المصلحه الشرعيه هنا دي القيد اللي عندنا، يعني انا كلامي لما اتكلم عن فلان انه فاسق، ايه القصه؟ ايه الفايده؟ ايه المفاد من هذا؟ انا ايه اللي يخليني اقول جمله زي كده وانا لم يطلب مني سؤالا عنه ولا معرفة عنه؟ إنما ينفع إن حضرتك تسأليني فتقولي لي
انت ما بتكلمش فلان ليه او مخاصم فلان ليه؟ اقول لك والله لانه صاحب كبيره، صاحب معصيه، وانا نهيت ان اتحدث مع اصحاب المعاصي. واستدل على كده بقى بالنبي عليه الصلاه والسلام لما نهى عن كلام كعب بن مالك ومره بن الربيع، او انه انا هم الناس دي مثلا ليهم ستايل في العيشه مثلا مش سكتي، يحبوا يسهروا مثلا في اماكن فيها شرب مش سكتي، تمام، هم يعني على عيني وعلى راسي، بس هم ليهم حياتهم وانا ليه حياتي، ما اقدرش انا اندمج مع هذه الحياه مثلا، فعشان كده انا انما دول صيع، دول فشله، دول كذا، دول فسقه. وما يدركي ان الله ان العبد يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكونوا بينه وبينها مقدار شبر، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. فالمساله مش بتاعتنا خالص، مين يخش الجنه مين يخش النار مش بتاعتنا. تمام. طيب مروه، يا مروه. ايوه ايوه يا دعاء، معاكي. اهلا يا مروه، اتفضلي. ايوه حبيبتي، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، متابعاكي يا دعاء وبحبك. يكرمك الله يخليك يا رب. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. كنت عايزه اسال الشيخ، بس انا ليا ابني عنده 9 سنين واللي هو بدربه على الصلاه. بس دايما اقول له صلي يقوم يصلي. انما مثلا لو فضلنا اليوم قاعدين كله وبنلعب بلاي ستيشن وبنهرج وكده ما يفتكرش. انا بس يعني ايه عايزه طريقه تخليني ان انا اساعده ان الصلاه دي تبقى من جواه، وفي نفس الوقت عايزه اخليه يتمسك بدينه ويبقى عارف القران، يبقى عارف الصلاه، يبقى عارف احاديث، اما يجي يعمل حاجه غلط يقول لا مش هعمل كده عشان حرام. عايزه نفسي انمي في الحته دي، مش عارفه اجيبها له ازاي، وغصب عني دايما الحاجات يعني لما باجي اربيه على الحاجات الدينيه بتبقى كلها نصايح والاولاد بتمل من كده. طب اجيبها له ازاي بطريقه كويسه وفي نفس الوقت هو كبر ما عادش بقى ان انت تحكي له قصه ولا تقولي له 9 سنين كبر ايه؟ لسه صغير. لا ما عادش ينفع. لسه 9 سنين صغير. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. اعتقد الصبر هو هل هي انها تفضل تقول 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 تقول، ولا هي عايزه هي قالت مره وخلاص لازم بقى الموضوع ينبع منه؟ لا، هو الاطفال في السن ده يحبون التقليد. يعني تلاقي الطفل يحب التقليد. فهنا المطلوب بقى عشان اوصل له رساله انا ما اقولوش. انا عايز اعملها فعلا. فهي قاعده معاه بنتفرج على حاجه او بنشوف حاجه، جه اذان الظهر تروح هي قايمه بصوره ملفته. هي اللي تقوم بصوره تلفت نظره، الطريقه اللي تلفت نظره فيها، فتقوم سريعا يلا بسرعه عشان الوضوء، هي اللي تقوم، هي اللي تتوضا، هي اللي تدخل على الصلاه، فهو يجي اكيد هيسال ايه ده؟ لكن ما نقولوش بقى انت قوم خلاص، لان هو لسه غير مكلف، ما اقولوش انا قوم، انا اللي قمت وانا اللي صليت وانا اللي كذا. لو انا ما التفتش نظره احاول اعمل حاجه الفت نظره، حط لي سجاده الصلاه، بقول لك اعمل لي. طب ما تيجي معايا تصلي، هي دي ما ينفعش تتقفل. ينفع ينفع، انا قصدي اقول لك انا عايز، هي بتقول عايزه طريقه تحببه، فانا عايز الولد يحب بالطريقه دي بالاسلوب ده. ان هي الفت نظره ان انا اول ما الاذان اذن سبت كل اللي فيه رحت للصلاه، انا لفت نظره لهذه المساله. احكي له قصه، لو كذب في حاجه احكي له قصه عن الصدق، لكن ما اوجهوش هو بالعمل اللي هو عمله، لانه في هذا السن لا يعرف الكذب ولا يعرف الحلال ولا يعرف الحرام، هو ما يعرفش حاجه في الكلام ده كله. لكن احنا ما نقعدش نقول للولد حلال حرام حلال حرام، لا، احنا دلوقتي بنقول صح وغلط. بعد لما يوصل الى سن الرشد ويبقى يفهم يبدا نقول له الحلال والحرام، لكن ده تقول له صح وغلط، لا ده كده تصرف سليم، لا ده تصرف غير سليم، ده تصرف يؤدي بنا الى كذا وده تصرف يؤدي بنا الى كذا. دايما اربط الاولاد بهذه الطريقه عشان افضل اعلم، وانا اللي اعمل وانا اللي التزم وانا اللي ابقى كويس وانا اللي ابقى امين. يعني عايز اقول لك انا بقول مثلا اهو انا كشيخ، انا بقول ساعات المشيخه دي بتكلفني حاجات لا طاقه لي بها. انا بحس بكده، لان في بعض المناطق او بعض الحاجات مطلوب مني ان انا ابقى نموذج، وانا ببقى ممكن ابقى مش قادر ابقى نموذج في العمليه دي، فلازم ابقى نموذج. وخصوصا في الجوانب الماليه، في السداد مثلا، يعني الطبيعي ان انت عندك التزامات في اخر الشهر، فمطلوب انك انت بتسدد مثلا ايجارات مش عارف ايه، كهرباء غاز على الكلام ده كله. فالمفروض ان انا كشيخ مثلا لما اجي اسدد انا لازم ابقى جاهز اسدد قبل الموعد، عشان خاطر ابقى مختلف، عشان ابقى عامل القصه دي، كان ما ينفعش ما سددتش قبل الموعد. لما اجي اقترض او استلف او اعمل او بتاع لازم ابقى مركز جدا ان انا ارجع الحاجه بالقدوه. القدوه يعني حضرتك قدوه، فالام كذلك والاب كذلك. نعم. طيب عايزه اختم بحديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل ان يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك،
إلا غفر له ما كان في مجلس ذلك. أعتقد محتاجين كلنا إن كل المجالس عندنا فيها لغط لغط وكلام ورغي ولت وعجن كتير قوي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أشرف الفيل، نورني دايما. بعد الفاصل فقرة طبية إعلانية مسجلة. مساء الفل على حضراتكم جميعا. من أكتر الحاجات اللي بتدينا ثقة في نفسنا هو جمال شعرنا وشكله، بس لو هايش وبتساقط ومجعد هيسبب لنا ضغط نفسي وإحراج كبير. طب إزاي نحل مشاكل الشعر المختلفة دي وإزاي نرجع ثقتنا في نفسنا تاني؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة، دكتورة نجلاء سرحان، دكتوراة التغذية العلاجية، ماجستير التغذية العلاجية ودبلومة التجميل والليزر، مديرة شركة أورجانيكا جروب للمستحضرات التجميلية والمنتجات الطبية. برحب بحضرتك دكتور. أهلا بيك يا فندم. إزيك يا دكتور؟ عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟ الحمد لله. يعني يا دكتور طبعا بتفيدينا كل مره وكل حلقه بتتكلمي معانا عن مشاكل كتيره، لكن في مشكله يعني كلنا بنعاني منها وموجوده برغم ما ممكن نكون بناكل كويس او بناخد الفيتامينز بتاعتنا وكل حاجه، لكن التساقط موجود عند الرجل والمراه في مجتمعنا. طبعا التساقط طبعا دي مشكله كبيره قوي لكل ست وكل راجل دلوقتي، مش ست بس، ده حقيقي. يعني الراجل نفسه برضو شكله يبقى كويس وشكله يبقى حلو وعنده شعر، لان هو اللي عايز اقولك ان الشعر دلوقتي مش تاج، يعني كنا دايما نقول ان هو تاج المراه، لا ده تاج المراه والرجل. لا هو الرجل دلوقتي ابتدى ياخد باله من طبعا كل حاجة، حتى البشرة والحقن والبوتوكس والفرب. الراجل دلوقتي بيعمل كل حاجة علشان يبقى حلو ويبقى ان هو برضو ظاهر في مجتمع شغله، طبيعة شغله، اي حاجة، فبقى داخل برضو مع المرأة في الحتة دي، ده حقيقي. حتة ان انا بعتني بشعري او بعتني ببشرتي. عايزة اقولك ان اسباب تساقط الشعر كتير، ممكن احنا برضو بنقولها وهي اسباب واحدة ومفيش اسباب تانية غيرها. يعني الاسباب دي ان انا زي ما قلتلك قبل كده ان احنا ممكن يكون في تقدم في السن، في عندي تساقط وراثي نتيجة ان الوالد، الام، الخالة، العم، او صلع وراثي، فده بيؤدي الى تساقط الشعر، ولازم الحق الشعر قبل ما اوصل لمرحله الصلع الوراثي. يعني الناس لو بدات ان هي تحس ان شعرها بدا ينزل كتير وانا عندي في العيله في عندي حاجه وراثيه، لا استوب هنا على طول، ان انا ابدا اشوف بقى انا هعمل ايه، ابدا اعالج شعري، ابدا علشان احافظ عليه فتره طويله. يعني انا احافظ على البصيلات اللي موجوده عندي فتره اطول، ما استناش لحد ما الموضوع يبقى خلاص ما فيهوش حل. لان انا دايما بقول الصلع الوراثي اللي فضل خلاص عدى عليه سنين، يعني ممكن يجي لنا، يعني احنا جالنا حاله من ضمن الحالات بس كان لسه التساقط بتاعها شديد ولسه عندها بصيلات، بدا يحصل لها عمليه انبات، ده كان راجل. طيب لو انا بقى سبت التساقط ده وفضلنا بقى بسنت الشعرايه لحد ما بقت، انا دايما بقولها بلاطه سيراميكا كده بالظبط، خلاص مش هعمل فيها حاجه. انا عندي البصيلات تلفت وباظت وحصل لها ضمور، فابدا اشتغل على البصيله فين، انا محتاجه اشتغل على البصيله. ده بالنسبه لتساقط الشعر. عايز اقول لك كمان لبس البواريك. دلوقتي ناس كتيره بقت الستات بتلبس باروك كتير وطالعه في موضه جامده قوي. طيب البسي باروكه بس عالجي شعرك، عالجيه، لانك مش هتستغني عنه الشعر، ما فيش واحده بتستغنى عنه ابدا، ده حقيقي. شعرها الحقيقي ما بتستغناش عنه. باروكه ممكن افرح بيها شويه يوم 2 3 10 بس مش هفضل طول العمر بيها. الاكستنشن برضو اللي هو دايما على طول انا معلقاه في جذور الشعر نفسها، فده غلط. الروتس بتاعت الشعر طبعا بيعمل حمل، فبالتالي بيبدا يخفف المناطق دي، فطبعا ده غلط برضو. عايز اقول لك سوء التغذيه، يعني تيجي واحده تقول لك انا شعري بيتساقط وانا مش عارفه، عندها الهيموجلوبين قليل، عندها انيميا، عندها بالنسبه لسوء التغذيه ما بتتغذاش كويس، او كانت مثلا في فتره الحمل كويسه جدا، بقت فتره الرضاعه طبعا قطعت الفيتامينز اللي كانت بتاخدها، فبالتالي يبدا تساقط الشعر. يعني عندنا حاجات كتيره، بيجي لنا حالات متنوعه طبعا. الستريس عايز اقول لك ان اكتر الناس بيعانوا من الموضوع ده الثانويه العامه. يعني تلاقي البنت في سن 17 18 سنه، انا شعري بيتساقط جدا عشان انا عندي ستريس، دايما على طول شعري بيتساقط. كمان المشاكل اللي هي العموما الحياتيه العموميه طبعا بتؤدي الى طبعا النفسيه انها تكون سيئه، طبعا بياثر على البشره والشعر طبعًا. مش بياثر بس على الشعر، ده يعني حاله الكل طبعا المشاكل دي، يعني طبعا فكل للاسف الضغوطات بتاعه الحياه والمشاكل دي كلها وحاجات يمكن مش في ايدينا كمان بتسبب لنا مشاكل
سواء البشره او الشعر طبعا غصبا عن الواحد علاجها بقى بيبقى صعب. بس انت قولي لنا بقى ايه الحل. بصي عايزه اقول لك ان احنا زي ما بقول كل مره احنا كفريق اورجانيكا او شركه اورجانيكا جروب احنا الحمد لله عندنا تيم كبير، تيم طبي كامل صيادله بيشتغلوا على المشكله. يعني احنا بنقعد نقول المشكله مثلا دي ان انا عندي تساقط، التساقط ده ممكن يكون سوء تغذيه، ممكن يكون ان انا بعمل سيشواركي، ممكن اكون بغسل شعري متكرر. طب احنا اتكلمنا في ان احنا عايزين يا جماعه نعمل حاجه نسميها الكورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر، احنا سمينا الكورس بتاعنا كده اورجانيكا. بدانا نشتغل عليه، نشتغل عليه بلوشن. قلنا ان احنا لازم نعمل لوشن انبات. اللوشن ده عباره عن ايه يا بسنت؟ عباره عن ان انا بحط فيه مضادات اكسده، محتاجه ان يبقى عندي مضاد اكسده للشعر. ليه مضاد اكسده؟ عشان احافظ على الشعر من ان هو يحصل عندي ان هو يبيض. ناس كتيره في سن صغير وتلاقي شعرها بيض فجاه. انا يعني عايزه اقول لك دي مشكله يمكن بالظبط كتير يعني عندي انا شخصيا وعند ناس من صحابي. انا مستغربه احنا لسه في العشرينات وبنلاقي ساعات مش مقياس شعر السن دلوقتي، مش مقياس وكمان بنات سنها صغير جدا بالزبط. وانا شفت بقى يعني حاجه زي دي يا دكتور، شعر بالكامل كله بقى ابيض في سن ده حقيقي. ده بقى احنا سنة بنراعي بقى ده، وحطينا مضاد اكسده قوي اللي هو خلاصه القهوه الخضراء. حطينا بنسبه عاليه علشان يحافظ على صبغه الميلانين الموجوده المسؤوله داخل الشعرايه عن لون الشعرايه نفسه. ان هو يحسنها ويحافظ عليها انها تبيض. طيب حطينا خلاصه الكافيين بنسبه عاليه، لان احنا قلنا برضو الكافيين وكل مره احنا بنقول يا جماعه الكافيين بيعمل ايه؟ بيزود الانتاج داخل البصيله. يعني بيخلي البصيله نفسها نشطه في نشاط دائم، ويخلي البصيله بتطول وبيمدها بنمو كمان. طيب عندنا كمان الجينسنج، حطينا خلاصه الجينسنج. طبعا الكلام اللي انا بقول لك عليه ان في درجات، يعني في بعض الناس بتبقى موجود انا عندي جينسنج مثلا نوع معين، وفي جينسنج تاني نوع معين مستورد من حته معينه. فطبعا في ناس بتقول لك انا استخدمت مثلا جينسنج ما جابش معايا نتيجه او ما جابش مش عارفه. احنا بنراعي جدا جدا ان الفيدباك بتاعنا يبقى الحمد لله رب العالمين كويس جدا للبيشنت نفسه. فبنجيب الخلاصات اللي هي من مكانها، دولة كذا مثلا مسؤولة عن زيت الأرجان، تلاقينا جايبين المستورد، كل الماتيريال مستورد، كل الماتيريال التصنيع مصري ومرخص وزارة الصحة مصرية. طبعا بعد ما جبنا بقى الجينسنج حطينا كمان فيتامينز. قلنا طب الشعر بيحتاج ايه؟ فيتامينز A و E. طيب ليه؟ علشان يجدد خلايا فروة الراس. معانا شغالة على فروة الراس والبصيلة نفسها. طيب بدأنا ان احنا نقول طب احنا عايزين نحط ايه كمان؟ حطينا مادة اسمها مادة السوبالميتو. المادة دي يا بسنت بتبقى ايه بقى؟ بتشتغل على هرمون الدي اتش تي اللي هو المسؤول زي ما قلنا في الاول عن التساقط الصلع الوراثي. التساقط نتيجة الصلع الوراثي. فطبعا ان انا بلحقه في الاول فبعمل تثبيط للهرمون ده. فبالتالي الشعر عندي بيبدأ يطول، وان انا بيبدأ ان هو التساقط يقل تدريجي. طيب حطينا مجموعة من الزيوت الطبيعية، كل المجموعة دي احنا اشتغلنا عليها انها تكمل بعض. ده بيعمل كذا في فروة الراس، ده بيشتغل على كذا في فروة الراس، ده بيدي الساق كذا، ده بيعمل كذا. بدأنا ان احنا نشتغل برضو على زيت طبعا الأرجان الجوجوبا، ونقينا الزيوت كلها اللي بتشتغل على تجديد فروة الراس برضو وتجديد البصيلة، وانها كمان تحيي البصيلة من جديد. حطينا احماض امينيه، ودي الاحماض بتبقى مسؤوله عن انها تمد الشعرايه بالغذاء اللي هي عايزاه اللي هي محتاجاه. طبعا حطينا كمان كيراتين، وحطينا بروتين، وحطينا كولاجين، حطينا حاجات كتيره لفروه الراس انها تنشط فروه الراس وتزود سمك الشعرايه. طب اشتغلنا كمان على ان يكون في ايه في الكورس الثلاثي؟ ان يكون في شامبو. مهم جدا ان انا اغسل شعري بشامبو زيرو سلفيت وزيرو املاح صوديوم. ده مهم. الناس كلها مفكره ان انا هروح اخد دلوقتي شامبو اغسل شعري بنضف شعري. الله انا فرحان بالرغوه كتير بالزبط. يعني تلاقي الرغوه كتير ده فيه سلفيت اصلا. ما هو الرغوه دي جامده، دي ده سلفيت. فطبعا بيبدا يهلك الشعر، بيتلف الشعر واحده واحده. تقولك ايه ده، انا الشامبو ده اول ما استخدمته كان حلو، وبعد كده بدا يهيش لي شعري وينشفه. طب ما هو طبعا عشان طبعا كل الطبقه الدهنيه طبعا انا اتعلمت يا دكتور. برافو عليك. بدأنا نشتغل على الشامبو ان هو برضو يكون مكمل للمجموعة لللوشن اللي هو لوشن الانبات. ايوه. بدأنا نحط فيه برضو جينسنج، وبدأنا نحط فيه بروتينات القمح، الكيراتين، فيتامينز، زيوت طبيعية. لان انا لازم عندي الشامبو يفيد شعري، مش مجرد ان انا بغسل شعري وخلاص. لا، نقي الشامبو بتاعك. حتى لو مش هتجيبي شامبو اورجانيك، اشتري شامبو طبي يكون زيرو سلفيت زيرو املاح صوديوم. طيب عملنا ايه تاني في المجموعه دي يا بسنت؟ عملنا مجموعه من الزيوت الطبيعيه اللي هي بتشتغل برضو على البصيله. يعني احنا جمعنا كلهم، مش اي زيوت بس، احنا اشتغلنا على اللي هي بتبني الشعرايه من جوه.
يعني تدي غذاء تبدأ تخلي لك السمك قوي وتبدأ انها ترمم الطبقات الداخلية للشعراية نفسها. فده مهم جدا ان احنا نهتم. ودي كانت المجموعة اللي هي مجموعة تساقط الشعر وعلاج الشعر. عايزة لك ان انا اغسل شعري المفروض الطبيعي طريقة استخدامها ان انا اغسل شعري مرتين في الاسبوع او ثلاثة بالكتير ما زودش عن كده. طبعا اللوشن صبح وبالليل برشه 5 بخات ل8 بخات صبح وبالليل. وببدأ ان انا اعمل حمام الزيت من مره لمرتين في الاسبوع. طبعا احنا عاملينها مجموعه متكامله لده. طبعا زائد ان انا طبعا المفروض ان انا اشرب ميه كتير واهتم بالميه واهتم بالتغذيه بتاعتي. الحاجات دي كلها مفيده. لكن حتى التغذيه يا دكتور بتروح الاول طبعا الاورجنز الاعضاء المهمه في الجسم كده في الاخر خالص بتروح للشعر والبشره. ان بصيله الشعر هي اصغر عضو في جسم الانسان كله. أيوه. وبالتالي بيقوم بوظائف كتير على فكره. أيوه. بيخزن الغذاء وبعدين يدي للساق والساق تدي مش عارفه ايه ويعمل يعني بيعمل شغل كتير اللي هو العضو الصغير ده. أيوه. سبحان الله. يعني دكتور خلينا نشوف دلوقتي تقرير معانا دلوقتي هيبين لنا اكتر ويوضح لنا اكتر. انا كان عندي مشاكل كتيره قوي في شعري. شعري بيقع وخفيف. كان عندي قشره في شعري ما بيطولش خالص. عملت سيرش على السوشيال ميديا. عملت سيرش كتير علشان كان بحاول اشوف له حل. كنت بعمل ماسكات وحمامات كريم برده ما جابتش نتيجه. وانا بعمل سيرش على السوشيال ميديا لقيت شركه اورجانيكا جروب. لقيتهم منزلين كورس ثلاثي فيه الشامبو والزيت واللوشن. بدأت أجربه. بعد شهر ونص بدأت أحس بنتيجة هايلة. لقيت فيه بيبي هير بيطلع. شعري ما بقاش يقع زي الأول. بدأ يطول. ما بقاش فيه قشرة. عملت سيرش أكتر على السوشيال ميديا على شركة أورجانيكا جروب. لقيتهم كل منتجاتهم مسجلة في وزارة الصحة. عملت سيرش تاني عن الشركة. لقيت آراء الناس إن هم بعد ما وقفوا الكورس شعرهم ما رجعش يقع تاني. ودي اكتر حاجة عجبتني ان المنتج كله مواد طبيعية وانا بميل جدا المواد الطبيعية. يعني يا دكتور جميل قوي اللي احنا شفناه بالذات في الاخر كمان انها شعرها ما شاء الله رجع تاني يبقى كويس والبيبي هير. لاحظتي ان شعرها خفيف اصلا. ده معناه ان هو فعلا في تقريبا تساقط حاصل فيه. عايز اقول لك انها شاورت على البيبي هير قالت لك في خلال شهر ونص. طيب بالنسبه بقى للحته دي بس انت عشان ناس كتيره ممكن تدخل تقول لك ايه طب انا شعري. انا بقول دايما علاج الشعر بياخد من 3 شهور ل6 شهور. واحيانا لو انت عندك المشكله كبيره بياخد سنه. ايوه يعني دايما على طول تروحي مثلا لو رحتي لاي دكتور يقول لك استنى استخدمي ده لان انت محتاجه في مشكله عندك كبيره. أيوة. فطيب اللي ظهر لها بيبي هير في خلال شهر ونص ممكن بعد كده حد تاني في 3 شهور في 4 شهور في 5 شهور. طب دكتور يعني خلينا نشوف برده الصورتين دول يعني دي مثلا تبقى خدت وقت قد ايه؟ بصي ممكن تكون خدت لها 3 شهور. هتقولي لي طيب في ناس عندك ريفيوات في ناس ريفيوز على الصفحه جاي كاتبين 25 يوم مصورين البوتل جنب راسهم قبل وبعد. فعايزه اقول لك ان بصي الفرق هنا بسنت كان واسع هنا بدا يلم على بعضه. الفرق الشعر والفراغات بدات تملى. تاخد لها برضه حوالي 3 شهور ل6 شهور. طب انا في ناس بعتالي نتائج من 20 يوم و25 شهر. حسب استقبال فروه الراس للمنتج. وحسب المشكله. ممكن يكون في بعض الناس مثلا تستخدم المنتج ويقعد شويه مثلا ما جابش نتيجه في الاول معاهم غير ان هم حسوا بتحسن تدريجي في التساقط. اكيد عندك مشكله اكبر فبيحلها لك. يعني هو بيفضل يحل. هو مش بيشتغل بس على ان هو كمان ان انا انبت الشعر على طول. لا الشعر لو تالف بياخد وقت. ما هو بياخد وقت ان انا اغذي وابدا ادي للساق وبعد كده ابدا مش عارفه ابدا مرحله الانبات. كل دي مراحل. خلي بالك ان الشعر بتمر ب3 مراحل والحلقات الجايه ان شاء الله نتكلم عنها مراحل ايه السكون ومراحل المفروض النمو وانها تقع بعد كده والكلام ده كله ممكن نتكلم عليها ان شاء الله في حلقات جايه. طب يا دكتور يعني عارفه مشكله تانية برضو بتواجهنا هي الشعر الهايش او المجعد او يعني المشاكل الطبيعيه بتاعته. كلنا عايزين شعرنا يكون شكله حلو وجميل وشكله كده بوت جابر حلو كده. فاحكي لي بقى عن المنتج التاني بتاع الشركه هو البروتين. احكي لي اكتر عنه. بصي احنا برضو المشكله بتاعه تساقط الشعر احنا دايما بنقول ان الشعر بيواجه مشاكل كتير قوي. زي ما قلنا منها التساقط ومنها ان انا ممكن يكون شعري مجعد. وطبعا عايزه اقول لك الشعر المجعد ده بيسبب
بيدمر نفسية الشخص عموما. يعني واحدة تبقى نفسها تظهر في بيتها أو برا بيتها بشعر صحي جميل لامع ناعم، طبعا بيواجهوا مشكلة في ده. وعايز أقولك إن هم برا كمان لما بيبقوا في البيوتي سنتر أو الكفرات بيعملوا الشعر بروتين، يعني الناس دلوقتي مودة البروتين والكيراتين والحاجات دي كتيرة دلوقتي من كل حتة. ففجأة إن تروح أضطر إن أنا أفرد شعري عايزة حلو أفرح بيه أول شهر، وبعد اول شهر ابدا ان انا شعري يتساقط او يتدمر او يتقطع. طب بيتقطع ليه؟ لان بر بسانت بيحطوا فورمالين على المنتج اللي هو البروتين. ليه بيحطوا فورمالين؟ الفورمالين ناس كتيره فاهمه غلط. الفورمالين ده لو انت اكيد عارفه ان هو ماده تحنيط. فطبعا الفورمالين مش هو اللي بيفرد، مش هو اللي بيفرد ومش هو اللي بيعمل دخان ولا الحاجات دي كلها، لان برضو في يعني احنا اول ما نشوف حاجه زي دي نعرف ان ده يعني تعرفي ازاي ان ده فيه فورمالين. انك تفتحي الازازه تشميه ما تقدريش تشميه ريحه كريهه، او انك انت تكوي الشعريه تطلع دخان ريحته كريهه. طب هو انا الشعر ممكن افرده ويطلع دخان عندي، طب هو ده فيه فورمالين وما فيهوش فورمالين؟ لا طبعا ممكن يدخن وما فيهوش فورمالين، لان بدليل ان انت لما بتبقي عند الكوافير او بيوتي سنتر وتلاقي شعرك مش مغسول كويس ويدخن، يقول لك هو انت مش غاسله شعرك كويس، او ممكن يكون في زيت حتى زيت او كريم فيدخن معاكي. مش الدخنه هي المقياس ان انا فيه فورمالين. ايوه طيب تعالي بقى احنا اشتغلنا على المشكله دي بقى، قلنا لا لازم نعمل حاجه قويه. طب احنا اشتغلنا الحمد لله وحلينا موضوع التساقط، نبدا نشتغل بقى على مجموعه البروتين. عملنا بروتين طبي. البروتين ده زيرو فورمالين. اوكي طب البروتين ده فيه ايه؟ طبعا الشعرايه نفسها زي ما بقولك ان احنا عندنا صيادله واطباء موجودين، بدانا نشتغل على تركيب الشعرايه بتحتاج ايه علشان نعمل بنائها نرممها. وبعدين انا دايما بقول ان احنا نشتغل على الشعرايه من جوه، من جوه الطبقات. زي ما احنا شايفين معانا دلوقتي، بصي الشعر قبل وبعد عامل ازاي. عايز اقول لك الناحيه دي الشعرايه هتلاقيها هلكانه، الشعرايه اللي هي الخشنه المتشابكه. بصي الشعر ولمعانه بقى عامل ازاي بالظبط. طبعا دي حاجه كمان انه الشعر كل ما كان لونه بيلمع كل ما تعرفي ان هو صحي ومتغذي كويس. بالظبط زي هنا كده. وبصي لو تلاحظي ان مفيش فرق في اللون، اللون متغيرش. حصل فرد واللون عندي ما قرنش، ما اداش اورنج. يعني براحتي. بصي هنا بقى دي كمان دي صبغه شعرها. عايز اقول لك ان الناس كتيره لما بتيجي تعمل شعرها بالبروتين اللي بره اللي فيه فورمالين بيتقطع لو هي صبغه. يعني ليه؟ لان هو اصلا انت صبغه الشعر فمبوظه الشعرايه الساق نفسه. تدخلي عليه فورمالين كمان يقوم يقطع لك الروابط اللي موجوده جواه، تقوم الشعرايه على طول متقصفه منك ومجهده. بصي الشعر هنا، بصي بيناسب كل انواع الشعر، اذا كان الشعر الكيرلي اللي هو الشديد اللي هو الافريقي الخشن، او الشعر اللي زي لسه كنت بكلمك اهوت. بصي الشعرايه عامله ازاي. أيوه. بصي النضاره عامله ازاي في الشعرايه نفسها، وسمك الشعرايه نفسه بيتغير. يعني كتير من اللي فردوا معانا الحمد لله رب العالمين يقول لك الشعرايه نفسها بقت قويه، بقت اقوى. يعني الشعرايه كانت ضعيفه بقت اقوى. ليه ضعيفه يا بسنت؟ كانت ضعيفه لان ناقصها حاجات كتيره قوي. لما احنا جينا عملنا البروتين الطبي حطينا فيه بروتينات قمح، حطينا كيراتين، حطينا كولاجين، حطينا فيتامينز، حطينا زيوت طبيعيه، حطينا زبده شيا، حطينا حاجات كلها تشتغل على الطبقات الداخليه. انا بتارجت اللي بره واللي جوه، مش بس مجرد ان انا افردك الشعر الله من جوه، لا ده انا بعالج كمان. يعني بعالج الشعرايه نفسها برممها عشان ترجع سمكها يبقى قوي معايا. طيب بدانا نقول طيب البروتين خلاص احنا خلصنا البروتين وبدانا ان احنا نفرد الشعر، استخدمنا قلنا نحط في المجموعه ايه؟ شامبو طبي يكون زيرو سلفيت برضو، زيرو املاح صوديوم. وده مهم جدا ان انا استخدم شامبو يكون فيه كل مكونات طبيعيه. ده هيساعد ان انا يعني بره ممكن يكون زيرو سلفيت زيرو املاح صوديوم مثلا، بس ما فيهوش حاجه بتغذي الشعر. أيوة. انا عايزه اغذي كمان، انا فردت وبرمم عايزه اغذي بقى الشعر واغذي فروه الراس. حطينا برضو فيها كل المكونات الطبيعيه اللي تشتغل على فروه الراس. بدانا ان احنا نشتغل. طب انا بعد كده بحتاج ان انا برضو اغذي شعري، قلنا نعمل هير ماسك بزبدة الشيا بفيتامينز بزيوت طبيعية برضو، كلها زيوت طبيعية تغذي برضو الشعرية معاك. ان انت تعملي حمام الكريم او الهير ماسك مرة لمرتين في الاسبوع. بدأنا ان احنا كمان نحط سيرم. ليه السيرم بقى؟ ناس كتيرة تقولي هو في سيليكون بلاشه. لا انا عايزه اوضح للناس ان احنا السيليكون دلوقتي بيدخل في عمليات التجميل، بيدخل جوه الجسم طبعا وبيعيش ومفيش اي مشكلة، والناس بتتعايش معاه ومفيش اي مشكلة خالص. السيليكون بتحط بنسبة معينة ومعاه مجموعه من الزيوت الطبيعيه ومعاه مجموعه من الفيتامينز تغذي الشعرايه وتعمل لي كفر. انت ما بتحافظي على الموبايل بتاعك، جايبه موبايل جديد تحافظي عليه ازاي؟ بسكرين بروتكتور طبعا. بالظبط كده صح. هو بالظبط كده انا بحمي الشعرايه. بصي الريفيوهات معانا. الشعر قبل وبعد حضرتك
اوكي نتيجه من اول جلسه. انا للاسف مش شايفه الكلام كويس بس نتيجه من اول جلسه. حضرتك استخدمت مجموعه الفرد من اورجانيكا جروب والنتيجه دي من اول جلسه. ده حلو احنا قوي. عشان بنقول ان احنا شايفه كمان قد ايه هو ناتشرال على حتى بعد ما اتعمل يعني بالزبط. اهم حاجه كمان انه ما بيبقاش مفروض كده يعني هيلثي ياباني لا صحي. بصي مجموعه التساقط بصراحه تحفه جدا. انا شعري كان بيخلص ما شاء الله ربنا يبارك لكم. طبعا الحمد لله رب العالمين ريفيادي الريفيوز دي موجوده على الصفحه كلها دي موجوده حقيقي على الاوفيشال بيج الأورجانيكا جروب. ايوه بصراحه منتج حلو جدا ما شاء الله. انا بصراحه اول مره اطلب حاجه اونلاين وكنت خايفه بس فعلا حلو جدا حقيقي يعني اونلاين ساعات بن ساعات الناس بتقلق بس احنا عندنا خدمه ما بعد البيع يعني معنى ان انا يبقى في عندي فريق طبي لو في اي مشكله بيرد وبيتكلم وبيعرف يحل المشكله كلها. ايوه دي البيج أورجانيكا جروب. ايوه بالظبط دي البيتش بتاعتنا ويعني عشان صفحات الفيك كل مره باكد عليها عشان في لقينا ظهر صفحات فيها اللوجو بتاعنا على البيتش. ده حقيقي. دكتور نجلاء انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا على طول طبعا بتفيدينا وعلى طول بتفيدينا. الشركه فيها منتجات كتيره يعني ده احنا لسه مش بقى بس منتجات شعر. احنا عندنا منتجات التخسيس، عندنا منتجات تحت العين الاي كونتور، عندنا غسول للبشره، تفتيح، حاجات نسائيه الحمد لله، وفي بعض منها مش كلها متوفر في الصيدليات طبعا. طيب كل الصيدليات ولا في يعني سلسله الصيدليات الكبيره زي الترشوبي 19011 يعني موجود فيها المنتجات البشره عموما. حلو قوي يا دكتور بشكر حضرتك على وجودك معانا دايما فعلا بتفيدينا و يعني مبسوطين قوي قوي طبعا الريفيوز اللي احنا شفناها ده اول حاجه والبرودكتس بتاعت حضرتك. ميرسي يا دكتور وبشكر كل المشاهدين على حسن المتابعه واستنونا ان شاء الله الحلقه الجايه.